هذا الانجاز اللي قتقوم به هذه الجمعيه يعني عام وراء عام، وفي هذه النسخه كنلقاو الحمد لله تالقت كثيرا، وهذا ان دل على شيء بان الشباب هذه المنطقه الحمد لله الشباب واعي، وان مستقبل المغرب حنا مطمئنين عليه رغم الظروف الصعبه، بان مادام هؤلاء الشباب موجودين غادي يكونوا خير خلف بخير سلف، وغادي يساهموا في التنميه المستدامه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في هذه المنطقه.